مشروع مجاري الزبير المرحلة الأولى بعد جهد جهيد يمكن منذ 2011، هذا المشروع المفروض يرى النور بعد سنتين، لكنه مع الأسف أنه المشروع كان بنقص كبير جدا وشركة متلكئة، وكان بعهدة وزارة البلديات والإسكان. اليوم مجلس وزارة الاقتصاد بعد رفع هذا المشروع من قبل وزارة التخطيط لإدراج مكونات هذا المشروع بالكامل، يعني محطة المعالجة وكل الأعمال اللي أقرت أسوة بالمرحلة الثانية، لكن نضاف لها محطة المعالجة لكل الزبار، يعني تشمل المرحلة الثانية والمرحلة الأولى. اليوم أبلغني معالي وزير التخطيط متفضلا أنه تمت الموافقة على إدراج كامل المشروع بثلاث مكونات رئيسية: محطة المعالجة والأعمال الأخرى اللي يعني قلنا توازي المرحلة الثانية لمشروع مجاري الزبر. إن شاء الله هذا المشروع سيرى النور بعد هذه السنوات العجاف خلينا نسميها، لكي تكون الزبير ومثل ما وعدنا أهلها أن تكون من أجمل المدن التي تحاكي مدن دول الخليج العربي.